السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نقدم لكم فيديو عن طريقة عمل التمرية. هاي التمرية كتير أكلة لذيذة وبالشتاء كتير مغذية، يعني إن شاء الله تفيدكم وإن شاء الله تنجح معكم في بيوتكم. التمرية عبارة عن عجوة بحدود الكيلو، سمن عربي 200 جرام، بندق 200 جرام، لوز 100 جرام، فستق حلبي 200 جرام، كاجو 200 جرام، وعلبة بسكوت. تابعونا بالطريقة تبعيتها شو بنشتغلها، وإن شاء الله تعمل فايدة عليكم جميعا. أول شي بننزل العجوة على الميس على النار، ونحط مع السمنة العربية، ونحركها في الطريقة هاي مشان تفك عن بعضها. والغاز دي يكون هادي كثير تحتها مشان ما تلتدع. مثل ما نكون شايفين بنضرب نحركها لحتى تعزل عن بعضها، تنخرط مع السمنة العربي. هي كمالة السمنة، ننزلها كلياتها شي تعطيها نكهة طيبة. انتم لكم لاحظوا معي السمنة بدها تشربها كل العجبة عشان تضل النكهة فيها. بس نوصلها لمرحلة هي تقريبا هيك، بننزل ننزل البسكوت نطحنه مع العجوة. شايفين معي شلون؟ تقريبا العجوة البسكوت والسمنة الثلاثة
ونرجع نشتغل فيه. هيك تقريبا بصير عنا اياها. تابعونا بالفيديو ليكون كلياته جاهز. وصلنا للمرحلة الثانية بعد ما عجناها، شايفين كيف صارت؟ طبعا دعكناها في الطريقة هاي لحتى ندعكت على الأخير. بنمدها على هالكيس النايلو هاد، تمام؟ بنشوبك شوي، بنجلسها كلياتها لحتى تصير كلياتها هيك على قد الصاج اللي بدنا اياه. هلا انا عملتها صاج صغير، تمام؟ بس بمد على كيس النايلو قبل مشان ما تعذبني الصاج. هاي الصاج حطينا له بأرضه جوز هند مشان ما تلزق فيه، والعجوة بهالطريقة هاي نحطها فيها. ما بتفرق حتى لو تشقفت، صارت هيك معلش ما بيأثر، ترجعوا انتم بتصلحوها. يعني عم بشتغلكم اياها بالطريقة بقدامكم مشان تشوفوا كل شيء ايش الصعوبة اللي فيها، عشان اذا صار معكم نفس الشيء بالبيت ما تنعبطوا فيها وتنجح معكم. يعني حتى لو صارت شقف، القصد من شغلي كلياته انه لا تتعقدوا باي شغله. خلي العجين او الشغل دائما هو يخاف منك وتكون انت قادر عليه وما هو يكون قادر عليك. شايفين هيك اخذناها بكل الصاج، مديناها تقريبا صارت نص جاهزة. مدينا العجوة كلياتها هالشكل هذا، شايفين؟ بضل عنا المكسرات. المكسرات هدول هن، هلا بنتبلهم بقطر ونحمصهم على الغاز شوي مشان ما يضلوا نيات. اول شي بنحمصهم تحميص عادي بدون شي، بعدين بنحط فوقهم شوية قطر مشان يكمشوا مع بعضهم. تابعونا. مثل ما كنتم شايفين هاي المكسرات بنحمصها شوي على الغاز. وهي القطر اللي بنصبه فوق منها. Thank you.
السكر تبعها 250 جرام سكر 50 جرام مي. هذا القطر اللي بنحطه معه عشان يكون ثقيل شوي ويمسك المكسرات مع بعضها. بنضل نحركه في الطريقه هاي حتى يسمك مثل العاده ويذبق كلياته مع بعضه. شايفين معي شلون سمك هيك بيكون حاجته؟ وهلا بنجهزه لجوا. هاي المكسرات مثل ما قلنا لكم جاهزه بنفضيها. فوق التورية كلياتها. تمام هيك صارت كلياتها مفروده. بهذا الشوبك برجع بنكرسها ونشد عليها شوي عشان تنزل بالعجوه. هيك بتكون صارت جاهزة تقريبا بهالشكل هذا. بنحطها في البراد شغلات 10 دقائق لحتى تبرد يكمش القطر مع بعضه، وبعدين بنقطع بتكون جاهزة للأكل. أهلا وسهلا فيكم. وصلنا لآخر مرحلة وهي التقطيع. شايفين شلون نفرمها بهالطريقة هاي. وصارت جاهزة. شايفين كيف صارت معنا بعد التقطيع. هلا راح نطالع قطع منها. خلصها بالمشحاف كلياتها. شايفين هي جزء من تحت. وهيك تكون جاهزة. وأهلا وسهلا فيكم، نورتونا عن جديد.
هاي التمرية صارت جاهزة مثل ما وعدتكم. شرفتونا وأهلا وسهلا فيكم. أي سؤال أو أي استفسار تابعوني بالتعليقات. كان معكم الشيف أبو ضياء الدسوقي، وتماثلكم في بداية الفيديو. لا تعقدوا أي شيء، الأمور كلها تسهل بإذن الله تعالى، بس بدها شوية اهتمام وإن شاء الله بتنجح معكم. ولا تأخذوني عن التقصير مرة ثانية بالفيديوهات، لأني الوضع عندي شوية مضغوط، فلذلك عم بقصر معكم شوي، بس إن شاء الله كل فترة بطلع عليكم فيديو جديد تستفيدوا فيه وتعمل فائدة إن شاء الله على الجميع.